عمري، نكمل من مكان ما انتهينا دكتور. وكنا بنحكي على تفاعلات الترسيب، كنت واخذنا قواعد الترسيب، واتفقنا ايضا انه نحفظ قواعد الترسيب، لانه ما بتقدر تكمل اي معادله ولا بتقدر تعمل اي حسابات الا اذا عرفت انت قواعد الترسيب، اللي هم الست قواعد اللي حكينا. طبعا انت الان بحاجه انك تطبق عليهم بالجدول الدوري بشكل واضح، و تاخذ مثلا اذا بنحكي عن السي ام ماينس، انه مثلا او انه كل النايتريت سولز ار سوليبلز او ار سوليبل، انه معنى ذلك انه لازم انت تروح تجيب مثلا كاتيونز مختلفه من الجدول الدوري وتحطها وتشوف كيف الان بيجي السؤال بالامتحان. هذا طبعا مع الاضافه انه لازم تحل الاسئله اللي موجوده في الكتاب. هلا في عندنا حاجه اسمها اللي هي عباره عن ديسكرايبنج ذا كيميكال رياكشن او دي فورمولا ايكويشن. هلا في عندنا حاجتين دكتور، لما بنكتب التفاعل نقدر نوصفه باكثر من طريقه. الطريقه الاولى انه نكتب المعادله كامله زي هيك شايفه، والمعادله هون لما تكتب اي جي ان او 3 هون البين قوسين هاي بتكون صغيره نازله لتحت، هذه بتبين حاله الماده، اذا كانت اي كيو يعني اي كيو اس، اذا كانت ال يعني ليكويد، اذا كانت اس يعني سوليد، اذا كانت جي يعني غاز، وهكذا. تمام، هذا بيبين حالات المادة. طبعا بدك تنتبه لشغلة انه دائما وابدا المادة ما بتتفاعل الا في حالة حالتها الذائبة اللي هي الايكويس، ماشي الحال. وبالتالي الان هل انه بينتج من هذا التفاعل راسب، هذا بتطبق عليه قواعد الذائبية اللي احنا حكينا. تمام، امبارح حكينا انه الاي جي مع السي ال سوليد، لانه استثناء الاي جي والبي بي اظن والميركوري اظن كانوا ذائبين، كان استثناء لمجموعه الهالوجنز للسي ال ماينس والبي ار ماينس والاي ماينس، شيء زي هيك. تمام، هلا الان اي ان او 3 احنا اتفقنا انه كل الصوديوم كل النايتريت سولز ار سوليبل، فطبيعي هاي تكون سوليبل. سوليبل يعني اي كيو، ما تحط اس، اس يعني سوليد، ماشي الحال، اس يعني سوليد هون بالطريقه هاي. وبالتالي الفورمولا ايكويشن او ما يسمى بالمولكيولر ايكويشن بتبين لك المواد اللي تفاعلت قديش الستويكيومتريك فاكتورز لها في المعادله الموزونيه، يعني واحد مول تفاعل مع واحد مول، وهكذا بيبين لك انه حالات الماده. هلا في حاجه ثانيه اللي هي عباره عن احنا بنسميها الايونيك ايكويشن، والايونيك ايكويشن هو انك تفك المعادله، تفك التفاعل هذا لموجب وسالب، موجب وسالب. فهذا اذا فكيناه لموجب وسالب بصير الاي جي موجب والنيتريت سالب، هذا بينفك ل ان اي موجب سي ال سالب. هلا طبيعي انك لازم تعرف الان مين الموجب ومين السالب وقديش الشحنه بتاعته حسب موقعه في الجدول الدوري. يعني الصوديوم جاي في المجموعه الاولى، اذا موجب واحد، كالسيوم في المجموعه اثنين، اذا موجب اثنين. هلا السؤال دكتور، هل الكالسيوم بيحمل شحنه ثانيه؟ طبعا بيحمل شحنه ثانيه، بس احنا بنحكي حسب الكاونتر انيون تاعه، حسب الكاونتر انيون تاعه. تمام، فالان هذا بتفكك لموجب سالب. بدك تنتبه لشغله، احنا اللي بنفككه فقط الايكويس سواء في الرياكتنت او في البرودكت، وعادة في البرودكت ما بنصيب دكتور، بنخليه عادة بنخليه بدك تفكه فكه، بس لا تيجي على راسب وتفكه، هذا خطأ. الآن دائما وابدا النواتج ما بنقدر نلعب فيها دكتور، يعني هذه ضمنيا لو ظلت ان اي ان او 3 هاي ماشي الحال ما في مشكلة. شوف الآن هنا كيف لما عملناها ايونية، شوف شو صار. الآن الاي جي فكيناه، الان او 3 فكيناه، طبعا لما بفك بيحمل شحنة اكيد انه ايكويس، والصوديوم والسي ال ماينس. لاحظ انه هون الاي جي ما استجريت اقرب عليه، ليش؟ لانه اصلا هو ما بتفكك دكتور، خلص صارت ماده مختلفه تماما، لا الاي جي ضل اي جي ولا السي ال ضل سي ال، صاروا اثنين عباره عن ماده واحده راسبه اسمها سيلفر كلورايد، هذا راسب. تمام، هلا الصوديوم هون دكتور نفكه، لو فكيته او ما فكيته عادي دكتور في النواتج، لانه هو اصلا راح يكون على شكل ايونات. وبالتالي الان هذه هي المعادله بنسميها الكومبليت ايونيك ايكويشن. بس انا وياك شايفين انه بنقدر، يعني شوف الان عندي الصوديوم والنيتريت دخلوا هون ودخلوا هون، يعني بمعنى زي ما فاتوا زي ما طلعوا، فات الصوديوم طلع هون، فات الصوديوم على شكل ايكويس ايون طلع ايكويس، بينما شوف الاي جي مثلا فات ايكويس شو طلع؟ سوليد. هذا ما بقدر اغيره دكتور، ما بقدر اشيل هاي المحايه، دير بالك السوليد ما بتفكك. هلا الان روح معي، طبعا السوليد لما يكون برودكت، واحد بيجي بيقول لي طب دكتور اذا كانت رياكتنت سوليد بفكها؟ طبعا بتنفك دكتور، ما هي بتكون على شكل دائري، لما بتحطه مي سوليد ان اي سي ال سوليد، لما بتحطه بالمي بيقلب ان اي موجب سي ال سان. هلا روح معي الان، هاي اللي اتفقنا الان انه في هاي الكومبليت ايونيك ايكويشن، بس انا وياك شايفين انه الصوديوم والنيتريت، النيتريت فات عندي واحد مول منه ايكويس،
والصوديوم 1 مول منه اكويس، وطلع من عندي 1 مول 1 مول اكويس اكويس، يعني بمعنى زي ما فاتوا زي ما طلعوا، وبالتالي هذول دكتور نقدر نشيلهم، يعني ما في مشكله. الخطوه اللي بعديها اني انا اشيل هاي مع هاي وهاي مع هاي، لانه الان بالتفاعل الكيميائي الماده اللي بتفوت كميا ونوعيا وبتطلع كميا ونوعيا زي ما هي، هذه ما تفاعلت، هذه ما تفاعلت دكتور، وبالتالي انصفت عندي انا شيء بنسميه نت ايونيك ايكويشن. ودائما بنسالك سؤال، بنعطيك تفاعل، بنقول لك مين من الخيارات التاليه يمثل النت ايونيك ايكويشن، وبالتالي النت ايونيك ايكويشن هو بس اي جي سي ال، لانه صاروا ايش؟ اي جي سي ال، لا الاي جي ضل اي جي ولا سي ال. هلا اذا شو بنحكي عن الصوديوم؟ ها شو بنحكي دكتور عن الان او 3 والان ام وال عن النيتريت ايون والصوديوم ايون بالحلقه؟ بنسميها سبكتيتور ايون، متفرجه، ما يعني سبكتيتور معناها متفرج، يعني بمعنى ظلت تتفرج على التفاعل، هي نفسها ما دخلت في التفاعل. وبالتالي الان السبكتيتور ايون هم عباره عن الصوديوم والنيتريت، هدول شو بنسميهم؟ سبكتيتور ايون. وبالتالي يا دكتور احيانا بيجيك سؤال بيعطيك تفاعل، بيعطيك تفاعل معين، بقول لك اكتب او مين من الخيارات التاليه يمثل النت ايونيك ايكويشن، مين من الخيارات التاليه بيمثل السبكتيتور ايونز، ماشي الحال. هلا حتى تعرف هذا الحكي لازم تفك المعادله، لازم تكتب المولكيولر ايكويشن او الفورمولا ايكويشن، بعدين الان تكسرها وتعمل الايونيك كومبليت ايونيك ايكويشن زي هاي دكتور، ماشي الحال، تعمل كومبليت، بعدين الان تشوف اللي فات واللي طلع شو المتشابه هو المختلف، وبعدين تعمل نت ايونيك اكويش. هذا طبعا هاي كمان سؤال، مثلا هاي كوبالت كلورايد مع 2 مول من صوديوم هيدروكسيد. هلا بدنا نفك الكوبالت موجب 2، كيف عرفت انه موجب 2؟ من موقعه دكتور. هلا واحد بيجي بيقول لي دكتور هذا ترانزيشن ميتال، دكتور ما هو هيو شوف الكوبالت متحد مع ثنتين سي ال ماينس. هلا السي ال ماينس الوحده قديش؟ عفوا السي ال ماينس 1 في 2 ماينس 2، والمركب كله متعادل، اذا الان اكيد انه راح حتى تعادل الماينس 2 شو لازم يكون شحنه الكوبالت؟ موجب 2، اذا هيها كوبالت موجب 2، وعندي 2 سي ال ماينس، هون عندك الصوديوم هيدروكسيد 2 مو ايوه 2 صوديوم و2 هيدروكسيد. الان بنيجي هل الكوبالت هيدروكسيد من من الرواسب ولا مش من الرواسب؟ هذا مش انا بقرره، هذا حضرتك بتقرره او حضرتك بتقرري، لازم تروحي على قواعد الذائبيه وتشوفي. لما حكينا عن الهيدروكسيد ايون، تتذكروا لما حكينا عن الهيدروكسيد قلنا الصوديوم هيدروكسيد البوتاسيوم هيدروكسيد هذول سوليبل، طب والباقي؟ قال لك الباقي لا سلايتلي سوليبل، يعني بكون تقريبا شبه مش دايب. وبالتالي يا دكتور اذا انت ما عرفت قواعد ذائبيه لا يمكن انك تقدر تمشي فيها خطوه للامام. اذا الان شوف عندك الان اي سي ال، هاي المولكيولر ايكويشن، هاي الكومبليت فورمولا ايكويشن، نشوف الان شو اللي فات وشو اللي طلع. عندي 2 ان اي 2 ان اي فاتوا طلعوا زي ما هم، عندي 2 سي ال 2 سي ال فاتوا طلعوا زي ما هم. اذا الان النت ايونيك ايكويشن هي انه الكوبالت موجب 2 مع 2 سي ال ماينس، لا هون في خطا، هون في خطا دكتور، هاي كوبالت مع او اتش، هذه كوبالت مع او اتش، ماشي الحال، هاي تتعدل دكتور، هذه خطا، تمام؟ هاي نعدلها دكتور اللي هي عباره عن او اتش، تمام؟ لانه السي ال ماينس هي راح هون الاو هاي صارت بالطريقه هاي، تمام؟ هلا نرجع لموضوعنا، اذا صارت عندي انا كوبالت مع هيدروكسيد بيعطيني كوبالت هيدروكسيد سوليد. مره ثانيه، مره ثالثه، ومره عاشره، هذه فورمولا ايكويشن بتبين لك الان المركب كامل، بتبين لك الان شو حاله المواد، بتبين لك عدد المولات، بتبين لك كل شيء، الكومبليت ايونيك ايكويشن بفك اللي بده ينفك، اللي بيقدر ينفك. هلا بقدر اجي افك انا الكوبالت هيدروكسيد؟ اكيد لا. طب واحد بيجي بيقول لي طب ليش حطيت هون 2؟ لانه مره ثانيه لو اتش ماينس شحنته سالب 1 والكوبالت موجب 2، حتى اعادله بدي ثنتين هيدروكسيد، تمام؟ اذا هذا الان هاي الفورمولا، هاي الكومبليت، هاي النت. اذا مين السبكتيتور ايون في الحاله هاي؟ الصوديوم والسي ال ماينس، تمام؟ الان بالنسبه لحسابات الاستويكيومتري، بالنسبه لحسابات البريسيبيتيشن، اول شغله بدك تحسب عدد مولات كل ماده دكتور. هلا خليني بس افهمك اياهم حكي، بعدين بتبع لك اياهم على الدوسيه، يعني شو على الباور بوينت. اول شغله دكتور، اول شغله انه الان بدنا، ماشي الحال، اول شغله بدنا ان نحسب عدد مولات كل ماده. اول شغله دكتور بدنا نحسب اللهم صل على سيدنا محمد،
بدنا نحسب العدد مولات المواد المتفاعلة إذا كان معطيني معلومات عن المواد المتفاعلة، وبعد هيك بدي أروح أحسب أنا الليميتنج رياكتنت، هذا كله شرحت لك إياه. وبعد هيك بدي أروح أوجد عدد مولات الراسب، بدي أوجد عدد مولات الراسب من خلال عدد مولات الليميتنج رياكتنت. وبس أوجد عدد مولات الراسب بضربه في كتلته المولية بيطلع معي الوزن تاعه اللي احنا بنسميه ثيوريتيكال ييلد، اللي احنا بنسميه الثيوريتيكال ييلد. وبكون انا بالسؤال معطيك الاكتشوال ييلد، بتقدر تحسب البيرسنتج ييلد. تمام، هذا فيما يتعلق بحساباته. تعال نشوف الان شو المكتوب عندنا. واحد، بدك تتعرف على الاشياء، يعني بمعنى الخطوه الاولى بدك تكتب التفاعل بناء على قواعد الذائبين. اثنين، بدك تكتب النت بالانسد ايونيك ايكويشن، وهذا شيء اساسي، بدك تكتب الان الايونيك ايكويشن. الشغله الثالثه، بدك تحسب عدد مولات المواد المتفاعله زي ما حكينا قبل شوي. بعدين بدك تحدد الليميتنج رياكتنت. بعدين بدك الان مجرد ما طلعت الليميتنج رياكتنت صار هو المعلوم، ومين المجهول اللي بيسال عنه في السؤال، اللي بنسال عنه في السؤال دكتور صار هو عباره عن الماده المجهوله. الان بدنا نحسب المولات للبرودكت، وبعدين بدنا نحول المولات لجرامات، واذا بده البيرسنتج. نفس الخطوات، اهم حاجه انك تحسب الليميتنج رياكتنت. هذا سؤال، الآن هذا سؤال بين يديك، معطيك معلومات عن الصوديوم فوسفيت بتفاعل مع الليد نايتريت. هلا بدنا نكتب معادلة. طبعا الآن انتبه، هون في شغلة جديدة دكتور بدك تعرفها، انه هو معطيك المولارية في الفوليوم. وبدك تتذكر في واحدة من المحاضرات حكينا انه عدد مولات المادة السائلة هي انك تضرب هي تساوي ام في في، من قانون المولارية. تمام، من قانون المولارية. هلا الآن فالآن بدنا نحسب عدد مولات ال احكي معي بدنا نحسب عدد مولات ال